مرحبا، أنا هانا هوميل وأسافر اليوم في قطار تشينكوتيري إكسبرس. يربط القطار بين القرى الخمسة لمتنزه تشينكوتيري الوطني. خط القطار يعتبر من أجمل خطوط القطارات في أوروبا. تشينكوتيري أو البلدان الخمسة هي خمس قرى ساحلية ضمن المناطق الجبلية للريفيرا الإيطالية. أفضل وسيلة للتنقل هنا هو القطار المحلي الذي يربط الأماكن ببعضها البعض. ينطلق القطار من لاسبيتسيا ويمر بالقرى الخمسة ريو ماجوري ومانورولا وكورنيليا وفيرناتسا ومونتروسو. بسبب وباء كورونا، العربات فارغة على غير المعتاد. في ذروة الموسم لا يوجد هنا مكان فارغ. خط القطار يمر بمحاذاة الساحل الشديد الانحدار. بناؤه يعتبر إنجازا تقنيا في عصره. فيرناتسا هي محطتنا الأولى اليوم. مراسلتنا تلتقي ماركو ريتسي، وهو دليل سياحي يعمل في هذه المنطقة منذ 20 سنة تقريبا. يرينا ماركو أولا ساحة القرية بجوار البحر مباشرة. تستقطب فيرناتسا السياح ببيوتها الملونة والتي تجعلها موقعا محببا على الانستغرام. من بين المعالم الأثرية في فيرناتسا نجد كنيسة سانتا مارغريتا من القرن 14. منذ عام 1997 أصبح المكان ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. تستقل مراسلتنا القطار من جديد مع ماركو. يستغرق الانتقال من قرية إلى أخرى 5 دقائق، ويسير قطار كل 10 أو 20 دقيقة. المحطة التالية هي مانارولا. أكثر ما يعجبني في هذه الرحلة هو المشهد البانورامي طوال المسافة، الجبال من ناحية والبحر من الناحية المقابلة. البيوت المبنية بين الصخور لها قصة مثيرة للاهتمام. لماذا توجد أبراج كثيرة هنا؟ بنيت الأبراج قبل قرون للحماية من هجمات القراصنة، وطريقة بناء البيوت كانت بهدف تأمين الحماية، لذا نجدها متراصة وتخفيها المنحدرات. آمل أن يكون أكثر أماناً اليوم. بالتأكيد. مشاهدة المناظر تفتح الشهية. حان الوقت لتناول العشاء. ونبيذ. رحلة قصيرة عبر الأنفاق الكثيرة، على هذا الخط تتخللها إطلالات على البحر. المحطة الأخيرة اليوم هي مونتروسو، وهنا تريد مراسلتنا تجربة المطبخ المحلي. يقدم هذا المحل نبيذاً وأطباقاً محلية من المنطقة. هذا النبيذ من كرومي ريو ماجوري. نبيذ طبيعي من المنطقة. تشتهر ليغوريا بأطباق الأسماك، وهي موطن صلصة بيستو التي ستجربها مراسلتنا هنا. تصنع الصلصة من الريحان الطازج والصنوبر. طازجة ولذيذة. لقد كانت تجربة مميزة لي اليوم، استكشاف الريفيرا الإيطالية وساحلها الجبلي. أنصح الذين يحبون ركوب القطار زيارة هذه المنطقة. أنا متأكدة أنني لن أنسى هذه الرحلة بسرعة. تودع مراسلتنا مرافقها ماركو لتعود إلى لاسبيتسيا.